اذكرني يا رب ما تجد في ملكوتك، اذكرني يا قدوس ما تجد في ملكوتك، اذكرني يا سيد ما تجد في ملكوتك، يا ملك الملوك المسيح إلهنا، كما ذكرت للصليا آمين، الذي آمن بك على الصليب اذكرنا في ملكوتك، اذكرني يا رب ما تجد في ملكوتك، اذكرني يا قدوس ما تجد في ملكوتك، اذكرني يا سيد ما تجد في ملكوتك، من رأى لصا آمن بملك مثل هذا اللص الذي بإيمانه صرخ ملكوت السماوات وفردوس اذكرني يا رب ما تجد في ملكوتك، اذكرني يا قدوس ما تجد في اذكرني يا سيد ما تجد في ملكوتك، من أجل أعمالك أيها اللص وقعت في طريق الخاطئين، وبكلمتك استحققت النعمة والفرح وملكوت السماوات وفردوس النار.
في ملكوتك. اذكرني يا قدوس ما تجد في ملكوتك. اذكرني يا سيد ما تجد في ملكوتك. طوبى ولسانك الحسن المنطق الذي به تأهلت بالحقيقة لملكوت السماوات وفردوس في ملكوتك. اذكرني يا قدوس ما تجد في ملكوتك. اذكرني يا سيد ما تجد في ملكوتك. أيها اللص الطباوي ماذا رأيت وماذا أبصر حتى اعترفت بالمسيح المصلوب بالجسد ملك السماء وإله في ملكوتك. اذكرني يا قدوس ما تجد في ملكوتك. اذكرني يا سيد ما تجد في ملكوتك. ما رأيت المسيح الإله متجليا على طور طابور في بل رأيته معلقا على الإكرام فلوقتك صرخت قائلا اذكرني
السماء والأرض طربتا والشمس والقمر اظلمتا والأموات قامت والصخور تشققت وستر الهيكل انشق فلوقتك صرخت قائلا اسمعني يا رب ما تجيت في ملكوتك اذكرني يا ما تجيت في ملكوتك اذكرني يا سيد ما تجيت في ملكوتك الحق الحق أقول لك أيها اللص أنك أنت اليوم تكون معي في فردوسي وترث ملكوتي التلميذ أنكر واللص صرخ قائلا أكثر من كل من على الأرض لأنك نلت وسيلة لم ينلها أحد كنت لصا في غابة أورشليم وبكلمة واحدة قلتها للرب أرسلك إلى اردوس اسمعني
على خشبة الصالي صلب ماه للصالي واحدا عن يمينه والآخر عن فصرخ ديماس للصل يميني قائلا اصفرني يا رب ما تجيت في أنك اليوم تكون معي في فردوسي وتتنعم فيه ونحن نطلب إلى الذي رفع على خشبة الصليب وبذل دمه الإلهي عنا وأبطل الموت بموته أن يغفر لنا خطايانا ويحفظ لنا حياة الأب البطريرك البابا الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا رافائيل وسادة الآباء المجتمعين في هذه البيعة وكل بيعات من صغيرهم إلى كبيرهم قولوا كلكم آمين Ah.